استمر في هذا الحديث ما عندي مانع، بس يعني لانه اريد 10 دقائق على اساس نجاوب على كل الاسئله. باعتباركم واكبتم الحاج المرحوم صالح الاديب فيا حبذا بالتفضل والرضا عن شخصيته وشكرا. انا تحدثت في الحقيقه قبل حوالي 5 أو 6 أيام في محاضره بدار الاسلام في لندن في حضور لا له اكثر من 300 شخصيه سياسيه عن سيره حجي صالح الاديب احسنته. فسي الحجي رحمه الله عليه كان منذ فتره طويله وانا كنت طفلا وهو كان شاب، اتذكره في ساحه كربلاء كان يعتلي المنبر ويتحدث عن الفكر الاسلامي في ذلك الوقت، فعبرت عنه ان الرجل عاش غربه الاسلام على مستوى الفكره لانه اعتقد بفكره اسلاميه معينه والمجتمع ما كان يعتقد بها. ثم عاش غربه اخرى لغربه النهج، يعني كان يؤمن بضروره العمل الحركي والعمل التنظيمي في مجتمع قد يعتبر العمل الحزبي كانه سواء. فهو كان يؤمن بذلك شيء من عام 53 الى ان بعدين تاسست الحركه الاسلاميه عام 57، فالرجل كان من الذين واكبوها من البدايه. ثم عاش احسنتم، ثم الرجل كان يتميز بغربه ثالثه اللي عاشها اللي هو الوعي المذهبي. تدرون يعني مدينه كربلاء، وانا لي الشرف اني من مواليد كربلاء، كربلاء العقيده وليس كربلاء الجغرافيا. حجي صالح ما كان متناقض في ان يكون مذهبيا شيعيا اثنا عشريا بنفس الوقت ما يلاقي ثمه ما يحرج ان يتعامل مع الاخوه ابناء السنه، ولذلك عنده علاقات جيده مع الاخرين، فكان متوازن في ان يكون مذهبي شيعي يلتزم بخط اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام وخط العلماء اللي يمثلون هذا الخط المبارك، بس بنفس الوقت ايضا كان ينفتح مع الاخوه ابناء السنه بدون ازدواج بدون مراوغه، وهذه صفه جيده. واحيانا عاش غربة الوطن لهذه الغربة الرابعة، لانه الرجل يعني ولد وترعرع في جو كربلاء لكنه سافر الى ايران فوافاه الاجل هناك. هل يوجد تغيير سياسي متوقع في العراق؟ هل تنتهي مسرحية الحصار عن العراق بالاحرى شعب العراق؟ حقيقة التغيير السياسي في العراق ما حد يقدر يقول ما متوقع، متوقع في كل ساعة لانه مبرراته متوفرة. لانه هناك ارادة دولية تحاول أن تطيل وتمد في عمر النظام، هذا شيء واضح، والنظام من الناحية السياسية شوف يكون مستقر، شوف يكون قلق كفكر سياسي. يعني أنت شعب لما يجمع ضد نظام شو تسمي هذا بالفكر السياسي؟ نظام قلق. يعني هسه احنا ما نريد نقول أن المعارضة العراقية منسجمة، لا مختلفة. بس من أحد دروس الانتفاضة التي لا يمكن أن نتجاهلها ولسنا مبالغين فيها أن اجتمعت كلمة الشعب العراقي على شيء واحد وهو رفض صدام. وصلت القضية إلى حد أن هذا الرجل ما استطاع أن يستوعب ابنتيه وصهريه. يعني هذا فالقضية اللي واحد يفكر بها العالم كله وقف مستغرب منها، فما صدام حسين ما قدر أقرب الناس إلى يستوعبه، والبقية اللي من حوله تحت السياط وتحت السيف هم باقين وياه. فشوفوا أنتم مجرد بس الفرصة، هذا شارد وهذا منهزم، ذلك بس رجع حسين كامل عمل ما عمل به من اجل ان يعطي ويلقن الاخرين درسا انكم اذا خرجتوا هذا يكون مصيركم. فصدام من الناحيه الموضوعيه فاقد كل مبررات وجوده اكثر من ذلك. عندما نقر حقيقه ان القضيه العراقيه تدولت بمعنى انه دخل الوضع الاقليمي في المكون السياسي العراقي لاعتبارات الاهداف المشتركه والمخاطر المشتركه، الوضع الاقليمي مجمع من صدام. حتى الوضع الدولي، الوضع الدولي كمؤسسات وكمواقف موضوعيه مو تعبر عنها حكومه ومصالح هي ضد صدام حسين، ودخلت معه في معركه والشعب العراقي دفع ثمن، شعبنا واهلنا دفعوا ثمن. فاذا هو انتفت مبررات وجوده لا من الناحيه الدوليه ولا من الناحيه الاقليميه ولا من الناحيه العراقيه، مرفوض على كل المستويات. بس السؤال شنو اللي يخلي الان مستمر الوجود؟ هذه في تقديري هناك اصرار دولي لوجود مصالح دوليه وامريكيه على وجه التحديد تحاول ان تمد في عمر النظام لانه خنجر خاصره كل جيد. يحاولون يهددون بالخليج وعن طريق يدخلون المنطقه، وهي سياسه كيسنجر وزير خارجيه نيكسون، سياسه التأزيم والحمايه، انه انت امريكا بتدخل المنطقه تفتح الازمه بعد ذلك تجي حاميه متفضله مرتين. يعني هي جايتك تحميك والى اخره وتدخل، بس قد تدخل بسهوله ولكنها لا تخرج بهذه البساطه. مثل ما حصل. فالان بالنسبه لها شكلت البر موضوعي، والله شكل خطر على الكويت، والله عنده قوات، والله عنده اسلحه، والله عنده كنت تدمر وما شكل ذلك، فليشكل مبرر له مصالح دوليه لمحاوله استمراره. فانت بالعمل السياسي ما يكون عندك شيء جزم، فانك ممكن في اداره المتغير وبهالسهوله تقدر تقطع بالاشياء
خصوصا مع القضيه العراقيه وبالملابسات اللي صارت فيها دخلت بها عوامل دوليه واقليميه. ماكو قضيه بالعالم تتشابك بها العوامل الاقليميه والدوليه زائد العوامل العراقيه كقضيتنا في العراق. واضحه كلش. يعني ليش عود تشاوتشيسكو بضع ايام يحكم من عام 54 من يحكم تشاوتشيسكو هذا الرجل يعني متعسف مستبد شكبره جده ودوله شكبرها ما انطوقت له يمكن ما يتجاوز اصابع اليدين انتهى تشاوتشيسكو. ليش عود العراق غسلوا الارض بالدم ما تبدل صدام حسين ليش؟ ليش؟ الناس قصروا؟ شو السبب؟ شو دخلت القضيه اراده الشعب العراقي المفروض يعني التقت مع اراده الدول الاقليميه ودول الحلفاء ومنظمين وياهم معركه مباشره عشان اكو مصالح الدولة ذولا يعملون انه يقول لك اكو عدو اكو عدو مضر وهو صدام واكو عدو اضر وهو انه اذا انتقلت مقاليد الامور الى الاراده الجماهيريه العراقيه فذلك وقفوا موقفا سلبيا. فمن هنا لابد من اخذ الحقيقه بنظر الاعتبار بس هذا مو معناته انه دائما الاراده الدوليه تفعل ما تشاء هي ولا يفعل ما يشاء غيرها. احنا كناس مؤمنين وكذلك منطق الشعوب حتى من منظور انساني انه كل ارادات الشعوب ارادات العالم حتى اللي ما يدينون بالاسلام وغير متدينين يقرون هذه الحقيقه ان القوانين الاجتماعيه تبقى قوانين وحقائق والحقيقه لا تبدل من نفسها شيء. بس طبيعي يراد وقت ويراد مجاهده ويراد مواصله الى ان الله تبارك وتعالى ينزل نصره. السؤال الاخر اللي هو حول الحلم الذي يتبادر الى الاذهان، هل ان هنالك اي بوادر تدل على اتفاق بين المعارضه العراقيه وما مدى امكانيه الفئات حول الاتفاق وما هي التنازلات العمليه الممكنه؟ الحقيقه هذا الطموح اللي يشير للاخ سائل طموح يساور كل مخلص ايا كان اتجاهه لانه يعني انت لا تستطيع بصراحه ان تمثل شعبك الى ما تكون ضمن اطار سياسي ملون ان لم يطابق فيقترب من الواقع السياسي العراقي والخارطه السياسيه المعقده. تنتهي مسرحيه الحصار على العراق بالاحرى عن شعب العراق بكل صراحه ان الحصار الاقتصادي طريق لانقاذ الشعب العراقي من صدام حسين. هذا شيء مثكل مثكل يعني حقيقه يذكر يعني ما يذكر يذكر الطفل انه خلي يعني تدري يا اخي الشعب الحكم بالعراق مو حكم برلمان مثل الدول الغربيه. الدول الغربيه اذا يعني العمله نزلت 10% 15% يعاد النظر بانتخاب الحزب عفوا الحزب كله والحكومه كلها يعاد النظر بها. يعني مثل مره فد وحده عضوه برلمان مع الدول الاوروبيه قالت هسه مو مشكله صدام حسين ما تردوا لا تنتخبوا بالدوره القادمه. يعني تصورون احنا قاعدين في بلد تعبيرهم ديمقراطي وحياه دستوريه وتعدديه يعني مساله بهالشكل. فالحصار الاقتصادي لو لا سمح الله يموت كل الناس صدام يمشي على اشلاء الناس على اشلاء الموتى. اي اسد ما ينظر لهذا شعبه ما عنده مانع، هذا الانسان اللي يتخذ موقف من اقرب الناس له هذا ينظر لكل الناس على انهم اعداء. فالحصار الاقتصادي هذه طريقه تفكير موهومه انه الحصار الاقتصادي ينهي صدام، ابدا هذه الناس ويشيع الموت ويشيع الخوف ويشيع الرعب ويشيع المرض ويشيع كل انواع الجرائم لانه واحده مرتبطه بالاخرى. امير المؤمنين عليه السلام يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته ويكاد الفقر ان يكون كفرا حيث ما يتفشى الفقر يتفشى المرض تفشى الجريمه تفشي الحاله الاخلاقيه. يعني انا ما اريد اذكركم ببعض الاخبار المؤذيه هذا بلد الكرامات بس بدات بعض الظواهر الشاذه وان شاء الله تبقى ظواهر استثنائيه ما تعم كل قطاعات الناس. بدت بعض الظواهر المؤسفه تتفشى الناس، ليش؟ انه الناس موتى من الجوع. موتى من الجوع الناس، هذا بلد النفط كل الناس هالشكل، هذا بلد القيم، بلد الرجوله، بلد الاب يضحي للغريب، قام على ابنه اللي يبيعه بالسوق. هالشيء مأساة يعني. يقول لي واحد حوار من احد المناطق ويجي واحد يبيع ابنه يسألون انت ليش تبيع ابنك؟ يقول عجيب، تسألوني ليش ابيع ابني لو اشتريت ما ابيعه، انا هذا خليه عندي راح يموت. بينما هذا ابيعه احفظ له حياته، بنفس الوقت بسعره امضي لاخوته. عيش اخوته، هذا شنو من وضع؟ شنو وضع صار بالعراق اللي الانسان هالشكل صار؟ وين صايره يعني المجاعه؟ وين هذه مؤسسات المال لحقوق الانسان والمنظمات الدوليه وما شكل وين هذول؟ هذا الوضع اللي يصير الان في الداخل، صار اقتصادي من كل المنطلقات مرفوض والمستفيد الوحيد من عنده دول امريكا بالذات وبعض الدول صاحبه المصالح بالداخل وبنفس الوقت من النظام بالنسبه له ما يقدر بارد، مو مشكله خلينا يموتون الناس من الجوع وهم باقي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.